فرد السراق التشغيل استحقاق الميزانية التشغيل مش مزيان يا سراق الميزانية المفروش لا يهان انتهاك المفروش المفروش لا يهان انتهاك المفروش لا يهان حقوق الانتهاك المفروش المفروش حقوق المفروش التشغيل استحقاق عطيني عبيد وشو سكر بيه شغل حرية كرامة وطنية شغل حرية كرامة واجب واجب حرية كرامة وطنية شغل حرية كرامة. وقفة اليوم هي جت نتيجة لمراكمة نتاع أسبوع أطلقنا عليه أسبوع الأمن أسبوع المفروزين أمنيا، نظرا لأنه عنا الملف هذا اللي الرأي العام الوطني وحتى الدولي معناها أصبح يعرف الملف هذا اللي يقضي معناها بانتداب 774 مفروزين أمنيا ثم الاستماع إلى بقية الرفاق. ظلم كبير والضيم كبير لكافة المفروزين أمنيا. احنا جينا اليوم قلنا راهو معناها عنا اتفاق من المفروض أن يتم تطبيقه ولن نبرح معناها ساحة القصبة إلا بعد تطبيق هذا الاتفاق. من سوسة ومن كافة الجهات البلد ومن اتحاد العام لطلبة تونس وقدماء اتحاد وفعل المسلسل المبعثة حكومات آخر همها هي المصلحة الوطنية وما يتسجفوا علينا كان بالمصلحة الوطنية والوحدة الوطنية وأكبك الناوي 21 مارس المفروضين باش ينطلقوا من ساحة القصبة اليوم بداية جديدة ورجوع أول وعودة من جديد باش نتائبوا ساحة القصبة كان مفكوا حق عملنا جلسة تفاوضية مع الناطق الرسمي باسم الحكومة سي يادي الدهماني. تم الاتفاق على أساس أن فهمتني يصير اجتماع يوم 31 مارس 9 متاع الصباح مع الكاتب العام لرئاسة الحكومة المسؤول على الوظيفة العمومية باش ننطلقوا في مسار تسوية هذه تسوية الملف بشكل نهائي في ظرف لا يتجاوز شهر أو شهر أو نصف. النقطة الأولى مسار تشاركي كما بدأ يكمل، فما لجنة وطنية اللي عندنا ممثليها هي تشارك في عملية التسوية، انتدابهم بشكل مباشر وقريب في الوظيفة العمومية مثل العفو التشريع العام أو القائمة اللي 187، هذه أهم الشروط نتاعنا. لم يتم تصرف مال لم يتم تصرف